مجددا تعود الكويت بعطائها السخي للشعب اليمني وعبر مؤسسة النجاة الخيرية وبتنفيذ مؤسسة ينابيع الخير تم وضع حجر أساس لمشاريع سكنية في المناطق الساحلية من محافظتي تعز والحديدة. نشكر دولة الكويت شعبا وحكومة على كل ما تبذله من تخفيف معاناة الشعب اليمني. البلد تمر في حالة استثنائية وحالة صعبة. مواقف الأخوة والعروبة هي تظهر في مثل هذه المواقف. الكويت سباقة في هذا الجانب، كانت وما زالت وستظل إلى جانب الشعب اليمني. قرية الجري السكنية في مديرية الذباب محافظة تعز وقرية الزهاري السكنية مديرية المخا محافظة تعز وقرية الدبوس في مديرية حيس محافظة الحديدة، بالإضافة إلى وحدات صحية وجوامع ومشاريع مياه في المرحلة الأولى لتلك المشاريع. قمنا اليوم مع الإخوة جمعية النجاة الخيرية الكويتية بتدشين المرحلة الأولى 15 منزل ومسجد باسمهم. ننقل تحياتنا لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ما يقدمه لأشقائهم وأخوانهم اليمنيين في هذه المرحلة الصعبة. الكويت دائما حاضرة معنا في كل المواقف وفي كل الأزمات. نشكر جمعية النجاة ونشكر الجمعية المؤسسة الينابيع الخير المنفذة وشكرا لكم. يشرفنا اليوم أن نكون بين أخواننا وشقائنا في اليمن الشقيق في منطقة الزهاري في المخا في تعز، وذلك لافتتاح هذه القرية. أهالي تلك المناطق قدموا شكرهم وتقديرهم لدولة الكويت حكومة وشعبا وقيادة لمثل هذه المشاريع السكنية التي تستهدف الأيتام والمتضررين من الحرب. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.